توصلنا يستمر أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، والتحية متواصلة مع هذه الانطلاقات الصباحية لسن الإذاعة، انطلاقة موفقة نتمناها لجميع المشاركين في الشوط القادمة. شوطنا السابع خصص القعدان الإذاعة المحليات الأصائل المسافة ألا وهي 5 كيلومترات مباشرة مع البداية، مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. من يتقدم في هذه اللحظات وينطلق على البداية، ينطلق على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول شعار عيسى بن سالم بن محمد الدرعي يأتي على مقدمة المسار ويعلن بالانطلاق والإبداع، بينما دور المركز الثاني. شوف الحضور في هذه اللحظات وشوف التقدم في هذا الانطلاق مع شاهين مبارك بن أحمد بن محمد المهيري خذ المركز الثاني، بينما المركز الثالث الحاضر كفو سعيد بن سالم بن ناصر الدرعي بدأ يتقدم ويقدم انطلاقة هنا أيضا، واندفاعت كفو على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم زيدان حمد أو حمدان بن حمد بن حمد بن بيات الرميثي يأتي ويقدم زيدان على مستوى المركز الرابع، بينما العزوم على مستوى المركز الخامس سالم بن حميد بن سعيد الهاشمي خذ المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس القادم والمتقدم اللي هو غازي وجمال بن راشد بن شاول غفلي خذ المركز السادس. المركز السابع التقدم والانطلاق مع لبيب وصل بالمفتاح يقدم لبيب مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي يأتي ويقدم شعاره كما قدم لنا الواعي وسجل التوقيت الأفضل في هذا الموسم على أرضية هذا الميدان، يأتي بلبيب على مستوى المركز السابع. الدور دور المركز الثامن المتقدم شاهين سالم بن حمد بن قناص العامري يأتي ويقدم شعاره ويقدم انطلاقة شاهين على مستوى المركز. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام مع المركز الثامن في هذه اللحظات، بينما المركز التاسع يحمل رقم 9 القادم سراب راشد بن خادم المهيري خذ المركز التاسع، ولكن اللي غير نسناس عمر بن محمد بن قران الاكتبي غير من العاشر إلى التاسع ليكون عاشرا سراب راشد بن خادم بن راشد المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام أيها الحفل الكريم محبي هذا الرياضة، نداءنا الأول للعشر المراكز المتقدمة المنطلقة بالإبداع والتحدي الكبير، المنطلقة بإبداع هذه الأسماء بإبداع هذه الشعارات. دائما مع سن الإذاعة يأتي الإبداع، يأتي الإبداع في هذا المسار، ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع المركز الأول. هذا هو الشارد، يأتي الشارد في هذا المسار عيسى بن سالم بن محمد الدرعي يأتي يقدم الشارد على مقدمة المسار، على مقدمة الإبداع، على مقدمة هذا التحدي الكبير والمثير لوجود الشارد، لوجود الشارد. بينما كفوا على مستوى المركز الثاني سعيد بن سالم بن ناصر النعيمي خذ المركز الثاني
الثاني. المركز الثالث شاهين مبارك بن احمد بن محمد المهيري خذ المركز الثالث في هذه اللحظات، يقدم شعاره ويقدم انطلاقاته المستمره على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع حضور زيدان حمدان بن حمد بن حمد بن بياط الرميزي خذ المركز الرابع. المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات مع شاهين يقدم في هذا الانطلاق، ويتواجد بن قناص يقدم شعاره. سالم بن حمد بن قناص العامري خذ المركز مشاهدين الاعزاء الخامس، بينما المركز السادس الواصل في هذه اللحظات والمتقدم وصل في هذا الانطلاق مشاكل محمد بن سالم بن عيد المهيري ياتي ويقدم مشاكل على مستوى المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع العزوم سالم بن حميد الهاشمي قادم ويقدم العزوم على مستوى المركز السابع، بينما المركز الثامن يتقدم غازي جمال بن راشد بن شاول القفلي لبيب بمفتاح مبارك بن راشد بن علي بمفتاح الشامسي ياتي ويفرغ الصفوف من المناطق الخلفية قادما ويقدم لبيب، بينما بن قران الاكتبي ايضا حاضر مع نسناس عمر بن محمد بن قران الاكتبي، الوصول مع مشكور عجلان بن علي بن عجلان السبوسي قادم ويقدم شعاره، ايضا الواصل يحمل رقم سبعة وصول مع مهيض محمد بن سعيد بن عبيد المزروع يقدم شعاره وانطلاقه في هذا المسار. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المقدمة، نعود مع الإبداع. هذا هو الشارد الكيلو الأخير الكيلو المثير، دخلنا أجواء الكيلو، المسار بدأ يعتدل والمنصة بانت يا أخواني، المنصة بانت والشارد على البداية، الشارد على المقدمة. عيسى بن سالم بن محمد الدرعي ياتي على المقدمة على خط اليمامة، على خط اليمامة قدمها في الأشواط الماضية، ياتي بالشارد، ياتي بالشارد عيسى بن سالم بن محمد الدرعي على مقدمة الشوط، على مقدمة المسار، بينما المركز الثاني الواصل مشاكل محمد بن سالم بن عيد المهيري بدأ يتقدم لبيب مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي قادم ويقدم شعاره، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، أيضا المزروعي مع مهيض محمد بن سعيد العبيد المزروعي، ولكن الشارد 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 على بداية الانطلاق، الشارد على الصدارة، الشارد على البداية، يبدأ بالانطلاق والتحدي والإثارة. عيسى بن سالم بن محمد الدرعي ياتي الدرعي يقدم مفاجآته، يقدم مفاجآته، يقدم ما هو جديد في عالم الأصالة. الله 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 يا الدرعي ياتي على البداية، ياتي على مقدمة هذا الشوط بعد الإمامة بالشارد، بعد الإمامة بالشارد، مشكور باسم الجمهور، مشكور يا الدرعي عيسى بن سالم بن محمد الدرعي من قدم شارد بالانطلاق والامتار الأخيرة في هذا المسار. المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات مشاكل محمد بن سالم بن عيد المهيري، مهيض ثالثا محمد بن سعيد بن عيد المزروعي. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، كان لبيب مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي إذا صح هذا التعبير. على العموم نحيله من الرابع إلى العاشر، إلى هنا أيضا أعضاء خط النهاية. التوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء 7:46، تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، قدم لنا الأداء الرائع له الشارد عيسى بن سالم بن محمد الدرعي، وهنا أيضا النقطة الثانية بعد الإمامة، تهانينا والناموس.